أول خسارة هو ضياع العمر في البعد عن ربنا سبحانه وتعالى، ضياع العمر في التفكير والتحليل والبحث بمجهودي دون اللجوء لأهل العلم اللي عملوا الواجب، عملوا الهوم وورك في إن هم يثبتوا وجود ربنا ويثبتوا سنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويشرحوا رحمة هذا الدين ويردوا على كل الأسئلة بطريقة منطقية تتفق مع العقل، رحيمة تتفق مع الفطرة. لكن بيضيع العمر في التفكير والبحث لوحده. عشان كده من ضمن الخسائر اللي بيعيشها اللي لابس قناع المتشكك فقدان السلام النفسي، لأن الإنسان لما بيتشكك في ربنا وفي عدل ربنا في سنة سيدنا النبي في رحمة هذا الدين ما يبحثش بحث صادق بيوقف العبادة، يوقف الذكر، عارف هوقف كل حاجة لغاية ما اطمن. وإذا قطع الإنسان الصلة بربنا بتضلم الروح.